شيء كثير كثير حلو وكثير بفرح، ونحن فرحانين جدا مبسوطين جدا نتيجة عملنا خلال هذا العام الماضي. والحمد لله توجنا في كان في جهد كبير، فريق الجيش تعرض لكثير، شارك في ثلاث بطولات، شارك في التعالي العسكرية، تعاملنا بإصابات كبيرة كبيرة، تعاملنا بالزمن، ضغط المباريات، صار عندنا في بعض الحالات خمس لاعبين يكون يلعب مباراة خارج المباراة لأنه شاركنا بالاتحاد العربي والاتحاد الآسيوي وبطولة العالم العسكري، وضغط المباريات هذا أثر، بس لكن الحمد لله الفريق مدرب وكان بمستوى عالي، حافظ على مستواه وبالنتيجة نحن بدنا النتيجة وحصلنا على بطولة الدوري. التزام كافة الكوادر من لاعبين وإداريين أدى إلى وصولنا بالجيش إلى هذا اللقب، وإن شاء الله نتابع للأحلام بإذن الله. هذا اللقب الـ15 لنادي الجيش بكرة القدم واللقب الثالث على التوالي. طبعا الفريق كان في بداية الاستعداد كان فريق كان مبشر يعني، لكن بعض الظروف يعني أثرت شوي على الفريق، خرج من بطولة الأندية العربية، خرج من بطولة الأندية الآسيوية، بعدين تم تغيير الجهاز الفني والإداري. طبعا الحمد لله حسنا على حالة من التوسل ورجع النادي إلى وضعه الطبيعي، وهي أول باكوية العمل هو يتوج والدوري العام كرة القدم، علما طبعا انه هذا الدوري هو كان مرحلتين ذهاب واياب، يعني دوري كامل، هي اول مره بيلتعب من وقت الازمه دوري كامل. طبعا الحمد لله رب العالمين، حسنا انه نحافظ على لقبنا الثالث وال15 على التوالي. اللقب ما اجى من فراغ، كان في شغل كثير على اللاعبين ومساعده الاداره والجهاز التدريبي والاداره بالفريق اللي كانوا عم يساندونا بشكل جيد، والجمهور ما بننسى انه ساندنا. كان مشوار صعب، خضنا مباريات كتير صعوبة خارج أرضنا، إنه رجع الدوري النظام القديم، شفنا عم نلعب باللادية، عم نلعب بحمص، عم نلعب بحما بحلب، كان في ضغوط كتيرة، بس فريقنا كان في تنظيم لآخر المباريات، استطعنا إنه نعمل فارق مع تشرين ونرتاح. فينا نقول بآخر ثلاث مباريات كنا عم نلعب مرتاحين، لأنه تقريبا 80% حسن الدورة إنه خلال اخر كم مباراه بمرحله الذهاب اشتغلنا شغل جبار كجهاز فني. نحن يعني تعاملنا مع اللاعبين بشكل جيد، حسنا نطور الحاله الهجوميه للفريق بشكل كثير ممتاز، والحمد لله اللاعبين كانوا ابطال، ما قصروا ابدا، ساعدونا كثير بهالمجال. نادي الجيش نادي بطولات، نادي كبير، اي بطوله محليه بيشارك فيها طبعا هو هدفه انه يستحوذ على البطولات. هلا انا بطوله الكاس هذا حق مشروع بالنسبه لنا نحن انه نحرز الثنائيه هالسنه. فريق الجيش اي بطوله بيدخل عليها هو عنده طموح وعنده هدف انه يحسن يفوز يجمع الثنائيه، وهذا الشيء اللي عم نشتغل عليه ان شاء الله. الشباب كانوا ابطال بارضيه الملعب، واكيد هذا ما بيجي من فراغ، دعم اكيد من الهيئه الاداريه اللي عندنا اكيد، والحمد لله رب العالمين. الفريق كانوا رجال بارضيه الملعب، وفريق الجيش اكيد بتعود انه على البطولات، فريق كبير، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله حيكون القادم احسن باذن الله لفريق الجيش. الحمد لله توجنا بنهايه موسم، كان موسم طويل، موسم صعب علينا، مثل ما شفت المنافسه كانت قويه لاخر مباراه لحتى انحسم الدوري. الحمد لله هالسنة كان الدوري مميز أفضل من السنين الماضية، إن شاء الله هيك يا رب. دائما الجيش إن شاء الله نكون على عرش الترتيب إن شاء الله زال رب، وهلا عنا كأس جمهوري إن شاء الله، نبارك إن شاء الله حندخل على الكأس أكيد مثل ما أخذنا الدوري إن شاء الله نفكر بالكأس. سنة وعشرين يوم قدرنا نحصل على بطولة الدوري، كانت المنافسة كتير كتير قوية بين أندية عريقة وإلى سمعتها، والحمد لله رب العالمين. الله ما ضيعنا تعب، بعد بطولات خمسة طلعنا ببطولة الدوري، وإن شاء الله نطلع ببطولة الكأس وبطولة العالم العسكرية أخذنا مركز ثالث، وإن شاء الله بتمنى لكل الفرق حظ أوفر وكل الفرق اللي بذلت جهد هالسنة، نقول الله يعطيهم العافية. وكان الدوري هالموسم هذا بالذات كتير قوي، وإن شاء الله الموسم اللي جاي راح يكون أقوى كمان إن شاء الله. جيت على نادي الجيش، هاي أول موسم لي معهم، بفضل الله الله كرمنا بهمة الشباب وهمة الكادر والإدارة. الحمد لله الله ما ضيعنا تعب، يعني بعد موسم كتير متعب الحمد لله أخذنا اللقب،
والله يوفق النادي بما انه هي اخر لعبه لي، يعني غصه بقلبي انه نادي استميت معه سنتين. تعبنا ونفسنا كان طويل الحمد لله، اخر شيء يعني مثل ما بيقولوا لنا ثمرت اجتهادنا الحمد لله. رجع الدوري مثل ايام زمان، ومنافسه كانت شرسه من الفرق، يعني تشرين وحده اتحاد الحمد لله حسننا بنفسنا الطويل نحسب الاطار. ان شاء الله هلا نشتغل على كذا.